التدريب الذي تلقيناه اليوم بصراحة تدريب مميز، لم بكل المهارات، لكن المدربين من أفضل المدربين المتميزين. المعلومات اللي حصلناها يعني أول مرة نحصلها. أعداد متوزعة على عدد كبير من المرافق الصحية، والمرافق الصحية ذات الأهمية التي تستقبل حالات أطفال، خصوصا ونحن قادمين على مرحلة في الشتاء الآن، موجة برد، يعني نحن بحاجة لهذا التدريب في هذه الفترة. استفدت من التدريب طريقة مقابلة مريض كورونا، طريقة عزله، طريقة الإبلاغ به، ما هي الأشياء أو الروتين اللي يعني أنا خاص بي كعامل صحي في مرفق.